تتنوع الطرق التي تلهم سبيستون العالم بها، ومن أبرزها الموسيقى، فأنتجت أكثر من 677 شارة ذات جودة عالية من ناحية الأصوات والألحان، وسعت إلى انتقاء الجمل والأبيات بالمعاني والمفاهيم ذات السمات الإيجابية التي تعكس نبل الأخلاق ومحامد الخصال. بالمحبة بالأمل نسمو ننتصر على المصاعب بالعمل بادروا دوما إلى الاعتذار عن الزمن لا ترفضوا خجلا ضحكنا قلنا أجل بابا رفيق ذكي النبي بابا رفيق ذكي النبي. وأيضا رسخت مفهوم الصداقة حلمنا نهار نهارنا عمل نملك الخيار وخيارنا الأمل وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق تدعونا كي ننسى ألمًا عشنا نستسلم لكن لا ما دمنا أحياء نرزق ما دام الأمل طريقا فسنحيا كل يوم ألتقي بصديق يخفف وحشة في عوالم من أرقام كأنها خيال مضيء يا طائر المشرق في أحلام حلق طيبا للمنى فالعقل لا يشتي من دون التحدي وروحي مغامرة. وتغنت بمكانة الأم وتأثيرها في حياتنا. وبأهمية الشجاعة والبطولة هنا بباتل صراع البلابل تقدم وقاتل فكل النزال الذي مر باطل هنا بباتل قد لمعت عيناه بالعزم انتفضت يمنا هدوء الليل من هو الصامد المغامر في وجه السيل يبعد عن عينيه الراحة يتحدى خصما في الساحة يرمي ويصيب الأهداف يسعى دوما لتحقيق وغنينا معها عن الإرادة والقوة رأيت الحقيقة خلف البصر رسمت الحروف بعمق الحجر رأيت الحقيقة خلف البصر رسمت الحروف بعمق الحجر أنرت الطريق وجدت اليقين رفعت الجباه والهمم أذلت الغبار
الخطى والهمم، أدرت الطريق وجدت اليقين، رفعت الجباه والهمم، أزلت الغبار عن وجه الحنين، أيقظت الرؤى والهمم. عن الأمل مررت بخاطري فكرة، عبرت ظلت الذكرى، نسيت الحزن شوقا للغد الأفضل، دروبا قد قطعتها أفينا البعد أفيها، نسينا عيبنا في الأمس لم نسأل. يوم همست في أذني من يمسح عن قلبي حزني، يرجعني قدرا عشاشا للأطيار. في يوم همست في حزني من يمسح عن قلبي حزني، يرجعني قدر اللون عشاشا للأطيار. لحديقتنا في قريتنا ما ولها أسوار، لا يعلم أحد ما فيها، تخفي عنا الأسرار، بلت بجد أشجار أحييها، وغدا من أجمل ما فيها زهر لا كالأزهار. وقدمت كلمات عن العلم وأهم للعلم أمس طريق، فلنكتشف يا صديق، مسرح بعضك الصحبة، طرق الصعبة والأسرع، حتى الرحلة جبل نهر غير الفرع، ليل نهار دسمو نفسنا. كما أثرت سبيس تون في أشخاص كثيرين، وكانت مصدراً للتفكير الإيجابي ولبث روح المرح في النفوس. وأيضاً ألهمت سبيس تون بكلمات شاراتها المؤثرة المميزة كثيراً من الفرقاء الرياضية، ومنها تشيلسي، ليفربول وبايرن ميونخ. وتلك الكلمات كانت تشجع اللاعبين وتشحن هممهم. كانت سبيس تون ولا تزال ملهمة لكثير من الأشخاص وصانعي المحتوى والفرقاء العالمية حتى يومنا هذا. أغاني سبيس تونية لن ننساها. بجواركم باقون.